وصلنا لواحد من أجمل الأماكن في نويبع، وكنز من كنوز جنوب سيناء المخفية، وادي الوشواش. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام عشان تكونوا معنا في كل رحلاتنا خطوة بخطوة. غير ان المكان من أجمل الأماكن في نويبع، احنا كمان كنا بنستمتع في الطريق بين الأودية. في الطريق المؤدي للمكان اللي احنا رايحينه، وهو عبارة عن بحيرة صغيرة رهيبة جدا اتكونت بفعل مياه الأمطار العذبة دي، هنشوفها بعد شوية. تعالوا الأول أخدكم معايا رحلة بين الأودية الجميلة دي ونستمتع مع بعض، وبعدين هوريكم المكان الجميل اللي وصلنا له في الآخر. لغاية ما نوصل هديكم نبذة مختصرة عن المكان. وادي الوشواش من أهم معالم نويبع السياحية. بيقع وادي الوشواش وسط جبال الجرانيت اللي انتوا شايفينها دي، بيتراوح ارتفاعها ما بين 100 و150 متر. تكون وادي الوشواش في الأساس بسبب تساقط السيول في الشتاء بين الجبال. المكان اللي هنوصله هو عبارة عن مسبح طبيعي تقدر كمان تستمتع فيه بالسباحة. المية هناك دافية جدا وجميلة رغم ارتفاع درجة حرارة المكان بدرجة كبيرة، إلا إن الماء هناك مش بيتبخر أبدا. ده غير كمان إن مية الوادي دافية جدا بسبب الأحجار اللي موجودة حواليه. بيتكون وادي الوشواش من 3 عيون من المياه العذبة. بنستغرق وقت طويل في التسلق لغاية لما بنوصل للعين الأولى، ومفروض بنعبر الجزء اللي بعده سباحة لغاية لما نوصل للعين التانية والتالتة، بس احنا مقدرناش نعمل ده في الرحلة ديت بسبب ان منسوب المياه كان قليل شوية. بس هتلاحظ هنا نقاء المياه وعذوبتها وكمان سهولة التحرك جواها. بيصل عمق العين هنا في الطبيعي لحوالي 8 أمتار. بالرغم من ان وادي الوشواش من المعالم الطبيعية المبهرة جدا، من المناطق اللي هتبهرك لو زرتها، ومفيش للأسف ليها رحلات سياحية كتير او ترويج كتير، لان الطريق ليها بيكون صعب شوية، فبيكون لازم عربيات معينة بتوصل لها. يا إما طبعا بتكون رحلات سفاري بجانب رحلات أساسية، سواء رحلات لراس شيطان أو لطابة، وده في الأساس بسبب صعوبة الوصول لهناك زي ما قلتلكم، لأن الطرق هنا غير ممهدة بشكل كويس، والطبيعة الجبلية بتخلي الموضوع الوصول ليه أمر صعب، بس حقيقي ممتع جدا ويستاهل كل لحظة. وطبعا ما ننساش إن بعد ما بنوصل بالعربية لمسافة معينة لازم بيكون فيها وقت طويل شوية هايكنج، يعني بيوصل من حوالي نص ساعة لساعة، ممكن أقل أو أكتر على حسب اللياقة البدنية.